بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك املنا ووفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم يا ارحم الراحمين اصلح امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر لامه سيدنا محمد، وانصر امه سيدنا محمد على انفسها وعلى شياطينها يا رب العالمين، ثم على اعدائها يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم خذ بايدينا اليك أخذ الكرام عليك، شفع فينا حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، اجعلنا ممن يتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام حتى تزول هذه الفتنة وحتى نلقى الله، ولا وليس لأحد علينا تبع ولا يتعلق بنا دم امرئ مسلم ولا عبد امرئ مسلم ولا مال امرئ مسلم. يا رب خلصنا من الدنيا على هذه الحالة المرضية التي ترضاها لعبادك الصالحين بتوفيقك وكرمك يا أرحم الراحمين، نحن وأحبابنا ومشايخنا وذريتنا وسائر المسلمين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها لمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحه في الدارين آمين. الحديث 67، حديث وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر خرج، وذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر يكلم الناس فقال اجلس فأبى، فتشهد أبو بكر فمال إليه الناس وتركوا عمر، فقال أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والله، اللي بيقصد مين؟ سيدنا عبد الله بن عباس. يقول: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون ان الله انزل هذه الايه حتى تلاها ابو بكر فتلقاها الناس منه، فما يسمع بشر الا يتلوها. ظاهر الحديث إيثار الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر على عمر رضي الله عنهم، لأن ظاهر الحديث سيدنا عمر كان بيتكلم، اللي يقول أن النبي مات هقتله بسيفي، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني إيه يعيده مرة أخرى ليقتل المنافقين، ووقف إيه يعني يقول مثل هذا الكلام. دخل سيدنا أبو بكر، الناس التفتوا لسيدنا ابو بكر ولم ايه وتركوا سيدنا، فده دليل ان الصحابه يؤثروا ابي بكر على عمر، يعني سيدنا ابو بكر يعتبر بالنسبه لسيدنا عمر شيخه. كويس، وسيدنا عمر اسلم في العام السادس من البعثه، وسيدنا ابو بكر اسلم في العام في اليوم الاول من البعثه، ففي 6 سنين اقدميه، فيبقى شيخ. وتصور انت واحد سبق ب6 سنين، يبقى ايه بمفهوم احنا كاطباء يقول لك ده سينيور عليك، والسينيور عليك تسمع كلامه. عندنا في مفهوم الجراحين كده، الجراحين عندنا اللي يسبقك بيوم ولا بسنه تسمع كلامه زي الجيش، يقول لك افتح ده او ما تفتحش العيان ده، اعمل كذا زي الجيش،
العلماء أقدم مني. هو الجراحة تقدمت بسبب هذا الأسلوب على فكرة، عشان ما يسيبش كل واحد يشتغل لوحده فوضى، فتقدمت بسبب هذا. وأي مجال علمي يتقدم بالحزم، وإن الإنسان ما يجددش إلا بضوابط معينة، وبعد سنين خبرة معينة. ما ينفعش يبقى لسه ما عندوش خبرة ويقول لك أنا هجدد، تجدد إيه؟ فهمت؟ فلازم تعرف الحكاية دي. فتصور أنت بقى سيدنا أبو بكر أقدم في الإسلام بست سنين من سيدنا عمر. والصحابة مدركين هذا. فلما سيدنا عمر واقف، سيدنا عمر مقامه عالي. لكن وفاق كل ذي علم عليم. فلما لقوا الصحابة سيدنا عمر بيتكلم، وبعدين جاء أبو بكر عايز يتكلم، وقال لسيدنا عمر استنى، فسيدنا عمر من كتر ما بيتكلم مش واخد باله فاستمر، فقام سيدنا أبو بكر سابه وقف ركن ثاني وابتدى يتشهد ويخطب في الناس. الناس انصرفت قدام سيدنا عمر وقعد قدام سيدنا أبو بكر. فرح سيدنا عمر لما لقى الناس انصرفت عنه، قعد يسمع زي واضح. عشان كده بيقول لك ظاهر الحديث إيثار الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر على عمر رضي الله عنهم. والكلام عليه من وجوه، منها ما سبب اختلاف هذين السيدين رضي الله عنهما في هذا الوقت العظيم. يعني رد فعل سيدنا أبو بكر عند وفاة النبي مختلف تماما عن رد فعل سيدنا عمر بن الخطاب. إيه السبب إن ردود الفعل اختلفت؟ في حادثة واحدة وهما حيث هما، يعني من المقام العالي معروف ان افضل الامه في عصر الصحابه هو سيدنا ابي بكر، يلي سيدنا عمر، يلي سيدنا عثمان، يلي سيدنا علي، الترتيب الخلافي ده الراجح. بعض الناس زي ستنا فاطمه النبويه كانت ترى ان سيدنا علي افضل من ابو بكر، واخد بالك؟ وبعدين تجيب سيدنا علي الاول وبعدين تقول ابو بكر عمر عثمان. ستنا فاطمه النبويه كانت ترى ذلك، وبعض الصحابه كانوا يرى ذلك زي سيدنا عمار بن ياسر وزي سيدنا سلمان الفارسي. ما يجراش حاجه، لكن انعقد الاجماع بعد ذلك. انعقد الاجماع بعد ذلك على ان ابو بكر، لان سيدنا ابو بكر من جيل الاباء وسيدنا علي من جيل الابناء. فهمت؟ فصعب تحط سيدنا علي وهو من جيل ابناء سيدنا ابي بكر وتقول يبقى افضل من ابي بكر، خدت بالك؟ صعب يعني. لكن وعشان كده ربنا ما اظهرش مقام سيدنا علي الا بعد زوال جيل الاباء بعد ما ماتوا. فجاء ظهر سيدنا علي. فدي نقطة مهمة إن إحنا بنتكلم برضو على أجيال مختلفة. وهما حيثهما، ثم كون أبي بكر رضي الله عنه تلا الآية، وكأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا سمعوها إلا الساعة كما ذكر في الحديث، فالجواب أن سبب اختلافهما لا يتبين إلا بعد ذكر شيء من حالهما في الوقت ومقالتهما، وذكر حال كل واحد منهما الخاص به بحسب ما أخبر به الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. يعني سيدنا عمر مقامه وحاله يختلف عن سيدنا أبي بكر في مقاما وحال، والإنسان تفاعله مع الأحداث حسب حاله ومقامه اللي ربنا أقامه فيه. فعلشان كده تفاعل سيدنا عمر كان غير تفاعل سيدنا أبو بكر لاختلاف المقام والحال. أما حال عمر رضي الله عنه في الوقت ومقالته، فإنه لما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودبت الصحابة رضي الله عنهم الأمر الذي أصابهم من ذلك، جرد عمر رضي الله عنه وأشار إلى سيفه وقال: من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ضربته بسيف هذا، وإنما رفعه الله وسيعود ويقتل قوما ويقطع أيدي قوم، وهو رضي الله عنه لم يدخل عليه صلى الله عليه وسلم ولا نظر إليه. يعني سيدنا عمر مجرد سمع الكلام ما دخلش يتحقق ويشوف النبي. سيدنا أبو بكر مش كده، سيدنا أبو بكر كان في آخر المدينة، ولما رجع قالوا له الرسول صلى الله عليه وسلم إيه أقاربه بيقولوا إنه مات، فسكت مرة ودخل بقى شافه وكشف عن وجهه وقبله. يبقى تفاعل سيدنا عمر سيدنا أبو بكر مختلف. سيدنا عمر ما دخلش يتحقق، سيدنا عمر اتكلم على طول، لكن سيدنا أبو بكر دخل الأول يتحقق. وأما أبو بكر فكان خارج المدينة في حتة اسمها العوالي على أطراف المدينة، لأنه كان زوجته الجديدة، كان متجوز زوجة جديدة وكان واخد لها شقة في الأطراف، واخد بالك؟ دي الحقيقة. فكان عامل زوجته
ايه الجديد. فسابه ومشي. فلما دخل كانت المواضيع دي كلها الحوار ده كله تمام. واما ابو بكر فكان خارج المدينه، فلما بلغه الخبر جاء حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجيه مكرم وقبل بين عينيه الكريمتين وقال فداك ابي وامي طبت حيا وميتا. فخرج وعمر رضي الله عنه يكرر مقالته تلك او ما يشبهها، فامره بالجلوس وتشهد هو رضي الله عنه وذكر متن الحديث. واما حالهما الخاص بكل واحد منهما فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا مدينه السخاء وابو بكر بابها، وانا مدينه الشجاعه وعمر بابها، وانا مدينه الحياء وعثمان بابها، وانا مدينه العلم وعلي بابها. والمراد بالشجاعه هنا الشجاعه في الدين، ولذلك سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق، لأن يوم إسلامه فرق الله تعالى به بين الحق والباطل اللي هو بين السر والجهر، فصارت الدعوة جهرية بمجرد إسلام سيدنا عمر، فعبد الله جهرا. وأما كثرة السخاء فلا يكون إلا من قوة اليقين، الرسول بيقول إيه الصدقة برهان، يعني برهان على اليقين، دليل على اليقين. فالسخي ده اللي هو بينفق بلا حساب ده دليل ان ثقته بما في يد الله اكثر من ثقته بما في يده، يعني دليل ان مقامه في اليقين الجازم اللي هو مقام الصديقية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما فضلكم ابو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره. والذي وقر في صدره هو قوة اليقين، وعشان كده كلمة وقر في صدره ما ظهرش إلا عند وفاة النبي. الناس ما عرفتش إيه اللي في صدر أبو بكر ده، هو الثبات عند إيه؟ عندما يتزلزل الناس كلها، فظهر بقى الثبات عند تزلزل كل الناس، كل الناس اتزلزلت إلا هو ثبت. ده حاجة تانية، ده مقام تاني. والذي هو قوي اليقين لا تحرك قوة الحوادث ولا يهتز له، يعني لا يهتز مع تغيرات أحوال الأقدار، ليقينه يمنعه، لأنه هو لا يرى إلا المقدر، لا يرى المقدور، يرى المقدر، لا يرى الفعل، يرى الفاعل. فهمت؟ فاللي في حال اليقين يرى الفاعل، فطالما أنت وجدت الله لا يشغلك أي شيء بقى من المظاهر، ولا يهتز لها، ويبني أمره كله على التيقن والتثبت في الأشياء كلها. والذي مقامه القوة في الدين وهي الشجاعة يبني أمره كله على الأحد والأقوى. فلما كان مقام عمر رضي الله عنه الشجاعة وهي القوة في الدين، وقيل له توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ما الناس فيه لم يدخل عليه، وجعل رضي الله عنه الوفاة في ذلك الوقت محتملة أن تكون حقيقة أو تكون إسراء ويعود، وحال الوقت يقتضي أن يبني الأمر على الأحوط وهو الإسراء، من أجل أن يزيل ما بالناس من الرأفة ويتهدنه، فإن صح ما بنى عليه الأمر فبخ على بخ، وإن كانت الأخرى وهي الحقيقة فيكون الناس قد سكن ما بهم، لأن الأمر الصادم إذا تمادى سكنت النفوس إليه وتوطنت وانقادت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى، فهناك يتبين الثابت من غيره، فإنه إذا طال الأمر صبر الناس بغير اختيارهم، هذا معروف لا خفاء فيه. يعني إنسان ما بتصيبه مصيبة ويطول عليها الزمن، فكل بعد زمن بيبقى صبر، لكن بيختلف بقى تفاوت الفعل عند أول علمك بالمصيبة. وعشان كده النبي قال الصبر الحقيقي هو عند الصدمة الأولى، إنما الصبر اللي هو بعد سنة واثنين تم كل الناس متساوية فيه، ما بانش فيها فضيلة يعني. فهناك يتبين الثابت من غيره. وهذا الوجه منع عمر رضي الله عنه أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلم الناس، لأن سيدنا عمر يكون قوة في الدين ولقى الناس متزلزلة أراد أن يثبته،
ومش هيثبتهم الا انه يديهم ثقه مره اخرى ان النبي لسه ما ماتش. خدت بالك؟ يريد ان يثبت الناس لانه وجد الناس في رغبه. فهو اراد من حيث مقامه وفعله عفويا، لان خد بالك لما تبقى متلبس بالمقام تلاقي نفسك بتشتغل عفوي. من غير ما تفكر تلاقي نفسك انت تفاعلك كده. لان هو ده مبني من المقام اللي انت فيه. فهمت؟ فتفاعله على طول وجد الناس هترجف هتهتز بسبب موت النبي. قال لهم لا، ده في احتمال تاني ان يبقى ربنا اسرى بروحه وهيرجعه تاني. محدش يقول مات، اوعى حد يقول مات. عايز يثبت الناس عشان ايه؟ ما وبعدين بعد كده لما دخل سيدنا ابو بكر وتفاعل مع الامر بطريقه اخرى وخطر في الناس، كان زال من الناس ما بهم من اضطراب اولي. وبقى عندهم استعداد يتلقوا الخبر، لان اصل دي صدمه كبيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان ملء العين والقلب والفؤاد. كانوا لا يتصوروا ان المدينه تخلو من حركته، ولا يتصوروا ان يصلوا خلف امام غيره. ما كانوش يتصوروا هذا، فدي عمليه صعبه. كون ربنا ثبتهم على فكره بعد وفاه النبي دي عمليه برضه يعني توفيق من الله لهم. امنا ستنا فاطمه بنت النبي ما تحملتش وفاه ابيها، مرضت من شده حزنها، مرضت وفضلت مريضه سته اشهر وبعدين توفيت. ما تحملتش وكانت في عز شبابها، يعني برغم ان الانسان في شبابه يكون يتحمل قوي، يعني كان عندها 24 سنه وشويه وعده شهور، ما تحملتش وماتت بعدها بسته اشهر. ويمكن بسبب سيدنا علي تاخر في بيعه سيدنا ابو بكر، انه كان مشغول في تمريض زوجته وفي بيته، عنده 5 عيال اولاد وزوجته مريضه وما عندوش خادم، فبقت يعني مسؤوليات كبيره. فتاخر في بيعه ابو بكر بعد ما دفن ستنا فاطمه النبويه عليه السلام. بعد كده خرج بايعا ولم يرد ان يخرج جماعه المسلمين، بالرغم انه كان يرى ان في نفسه هو احق بالمساله. كانت وجهه نظره كده هو وستنا فاطمه والعباس عمه. شوف كل الناس دول عارفين، وعمار بن ياس وسلمان الفارس، كل دول كانوا عارفين ان علي كان اولى من ابو بكر بالخلافه. شوف قد ايه. لكن سيدنا علي بن ابي طالب لما وجد المسلمون اجتمعوا على رجل وليس ككل الرجال، ده هو ده صاحب النبي المرضي عند النبي اللي ارتضى للناس ايمان في الصلاه، فسيدنا علي عمل ايه؟ لم يشق عصا الناس، خرج على طول وبايع وبقى وزير لسيدنا ابو بكر. وده يدلك على كمال فقه الصحابه، وان الخلاف اللي بينهم ما بيبقاش خلاف دنيوي على مناصب، ده هو همهم الدين، والدين يستقر بوحدة كلمة المسلمون على إمام، ولو كان في وجهة نظري أنه مفضول. شوف قد إيه، ولو كان حتى في وجهة نظري أنه مفضول، بس يكفي اجتماع المسلمين على إمام واحد. ده في حد ذاته شيء مطلوب. وده ظهر في ذرية سيدنا علي بعد كده. عندك شوف سيدنا الحسن كان هو أولى الناس بالخلاف باعتراف كل الناس، باعتراف معاوية نفسه. وبالرغم من كده لما لقى ان الحكايه هتبقى قتال لا نهايه فيه، عمل ايه؟ سب عشان تجتمع كلمه المسلمين. ففهمت موقف سيدنا عمر ان هو كان موقف يريد ان يثبت قلوب الناس لانها كادت ترتجف، لحد ما يجي الاثبت فالناس، اصل اليقين معدي. فلما جالهم سيدنا ابو بكر بثباته، الثبات بقى معدي فسبته. وعشان كده ربنا سن لنا ايه؟ تعزيه الانسان في المصيبه. لان لما تروح انت وانت المصيبه مش فيك انت فبتبقى ثابت، هو المصيبه فيه فيجال يرتجف. فلما تروح انت بثباتك تقف جنبي تعزيه يتقوى بيك، يوم يبتدي يستطيع انه يستقبل المصيبه بتاعته. ودي اصلا يعني حكمه تعزيه المسلم في المصيبه، انك انت تروح له بثباتك فيقوم ايه؟ لما يراك ثابت يثبت بثباتك. لان الصفات الحميده معديه، والمرء على دين خليله. انت لما تقعد مع ناس بتحب شيء معين وتعشرهم، تلاقي نفسك بمرور الوقت لوحدك بقيت تحب هذا الشيء. لوحدك كده من غير ما يحببوك فيه. لقيتهم بيحبوا النبي كتير، لقيت لا يمسك بتحب النبي، لقيتهم بيصلوا على النبي كتير، بقيت من المصلين، لقيت بيذكروا كتير، لقيتهم بيدخلوا تبقى مدخل.
لقيته بيحشش وبقيت حشش، عشان كده المرأة على دين خليلة. فلينظر أحدكم من يخالل، فهمت؟ فالإنسان يختار هيخالل مين، لأن إيه؟ الصاحب ساحب، فهمت؟ يسحبك لاهتماماته بالتدريج كده. فيبقى سيدنا عمر كان تصرفه من خلال مقامه مناسب ليه مش مستبعد، لأنه يريد أن يثبت الناس على الدين. تكاد تنخلع قلوبهم عند الصدمة دي. وهذا الوجه منع عمر رضي الله عنه أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلم الناس، فلو دخل رضي الله عنه فرأى الذي رأى أبو بكر رضي الله عنه من حقيقة الموت فلا يمكنه أن يقول تلك المقالة، فإنها كانت تكون كذبا وحشاه من ذلك. وقد روي عن العباس رضي الله عنه أنه لما قربت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج من زيارته قال: إن الرائحة التي أعرف من بني هاشم عند الموت أجدها من محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يعرفون العلامة بالرائحة قبل وفاته عليه السلام. سيدنا العباس كان عنده خبرة كده إيه، إن بني هاشم قرب الموت مرض الموت بيبقوا على وشهم علامة معينة كده. فهو لما راح زار النبي في مرة وفاته قال: أنا شفت علامة الموت على بني هاشم، فدي مرض وفاته خلاص، كان لسه النبي لم يتوفى. يعني دليل ان كان الصحابة متوقعين. ويشك احد منهم اذا هو ابصره عند الحقيقة في ذلك الشأن، هذا لا يمكن. فاخذ عمر رضي الله عنه بالجزم وهو حاله الذي هبل عليه. فلما جاء صاحب اليقين الجليل لم يتضعضع لعظيم الأمر، ولم يرد أن يبني كلامه مع الناس إلا بعد معرفة الحق. فدخل رضي الله عنه وكشف عن وجهه المكرم صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. فلما تبين له رضي الله عنه أنه موت حقيقي نظر حكم الله عليه وعلى إخوانه المؤمنين، فإذا هو في كتابه عز وجل محكم متلو، فدعنا للأمر وسلم إليه وخرج يحمل الناس على ما يلزمهم من الله فكل عمل على مقتضى حاله الجليل، فكل عمل على مقتضى حاله الجليل. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: فلما سمعت أبا بكر تلاها ما حملتني رجلاي، لأنه علم أن أبا بكر رضي الله عنه ليس هو ممن يقول إلا حقا ولا يأمر إلا جزما، فذهب عنه ما كان ترجاه من العودة، فأحدث له فرط قلق الشوق والمحبة ضعفا في الأقدام. ولو حملوني الجبال حملتني، ولكن الفراق لا يطاق. وكذلك ما ذكر عن باقي الخلفاء رضي الله عنه عثمان وعلي، فكان عثمان رضي الله عنه يدخل ويخرج ولا يتكلم، لما سمع ان النبي مات كان داخل خارج كده قلق وما يتكلمش. واما علي رضي الله عنه فأقعد ولم يتكلم، قعد وسكن في مكان ولم يتكلم. وما ذاك الا لانه ظهرت هنا احوالهما المنيفه، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة الحياء وعثمان بابها، فمن كانت صفته الحياء إذا جاء الأمر الذي يهينه لا يمكنه الكلام من أجل الحياء. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، ومن خص بزيادة العلم بالله عز وجل إذا رأى شيئا من آيات الله جاءه الخوف والإذعان، ولا يبدي من عند نفسه شيئا تأدبا حتى يرى ما حكم الله تعالى فيه. وما المراد من الأمر؟ هل ما يعرف بجري العادة المتقدمة أو ذلك أمر مستأنف لا يعلمه إلا هو عز وجل؟ لأن الله عز وجل يحدث من أمره ما شاء، كما أخبر صلى الله عليه وسلم وكما قال جل جلاله: كل يوم هو في شأن. وإن كان كما قال علماء أهل السنة: يبدئه لا ينشئه، يبدئه يعني يظهره ولا ينشئه، لأنه موجود في علمه القديم، بس هو يبديه أمور يبديها ولا يبتديها، مش حابب كده؟ أمور يبديها يعني يظهرها ولا يبتديها لا ينشئها، كما قال علماء أهل السنة: يبدئه لا ينشئه. فهذا بالنسبة له جل جلاله، وأما بالنسبة لنا فهو إنشاء وإبداء. إحنا بالنسبة لنا بقى لما بنشوفها بنفتكرها أن هي ظهرت وحدثت في آن واحد، فالإنشاء والإبداء بالنسبة لنا متطابقان.
فهمت؟ لأن ما عندناش علم قديم. ولأجل هذا المعنى قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن هذه المقامات كان التقدم في الخلافة، فاحتيج أبو بكر أولا ليسد ثلمة أهل الردة، فقام بذلك ومده الله بالعون بعد وفاة النبي في ردة، فالردة تعالج باليقين، فأم المسلمين إمام الإيه؟ أهل اليقين. فهمت إزاي؟ بعد كده أما مات صارت بقى إيه؟ الفتوحات، فمحتاجة القوة. فهمت إزاي؟ فأمهم سيدنا عمر. بعد الفتوحات جاء الاستقرار، والاستقرار يحتاج الحياء عند إيه؟ عند استقبال النعم، فأمهم إمام الحياء هو سيدنا عثمان. بعد مقتل عثمان قضايا وفتنة تحتاج علم عشان يعرف يجتهد، فأمهم إمام العلم أقضاكم عليه. فكل واحد جاء في المرحلة المناسب فيه. فهمت بقى المسألة؟ فاحتيج أبو بكر أولا ليسد ثمة أهل الردة، فقام بذلك وأمده الله بالعون، فلم يمهلهم مع شدة مكان الناس فيه، فأشار عليه عمر رضي الله عنه أن يتركهم في الوقت لأجل ما الناس فيه حتى تسكن روعتهم. يعني شوف سيدنا عمر موقفه من أهل الردة كان أضعف من موقف سيدنا أبو بكر، يقول له سيبهم شوية، اهملهم شوية، اديهم فرصة للمصدومين بعد وفاة النبي. سيدنا عمر يقول لا لا، لازم أردهم على اليقين. فهمت؟ فازداد عند ذلك شدة وحرصا على قتاله، فقال عمر: إن الناس لا يساعدونك على ذلك. فقال رضي الله عنه: قاتلهم ولو بالدبور. بالدبور أو بالدبور تنفع، بالدبور اللي هي نوع من الريح، أو بالدبور اللي هي الحشرات، يعني واخد بالك، زي الطير الأبابيل، زي أي حاجة. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيمدني بأي قوة أستطيع أن أنا أقاتله. فما فرغ من كلامه إلا والذي ذكر قد أمده الله عز وجل به، وامتلأ المسجد بالدبور، وأتت وجوه أولئك الناس خاصة من بين أهل المسجد حتى خرجوا من أبواب المسجد. فقال عمر رضي الله عنه: إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق، فشرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر رضي الله عنهما. واحتيج عمر رضي الله عنهما لتلك الفتوحات العظام حتى انتشر الإسلام وعلى في كل الأقطار. واحتيج عثمان رضي الله عنه ليبين به مقام الصبر والتسليم لله والحياء منه. واحتيج علي رضي الله عنه ليقاتل أهل التأويل ويبين به الحق من المحتمل. كل له مقام معلوم من الله بحرمتهم علينا بما يقربنا إليهم ويحشرنا معهم في زمرة المتقين بلا محنة في عافية بمنه. وفيه دليل على أن الكلام الذي له بال يستفتح أولا بذكر الله، يؤخذ ذلك من تشهد أبي بكر رضي الله عنه وميل الناس بذلك إليه، فلولا ما كان ذلك عندهم دالا على استفتاح أمر له خطر ما مالوا بجميعهم إليه. وفيه دليل على قوة أبي بكر في الدين وعظيم يقينه، يؤخذ ذلك من ثبوته في هذا الموت الخطير حتى استفتح كلامه بما تقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سنته عليه السلام كانت إذا كان الأمر له بال يستفتح الكلام فيه بذكر الله سبحانه والثناء عليه. هو سيدنا أبو بكر استحل لهم عدة إشكاليات ما كانوش عارفين. هل النبي مات ولا لا؟ دي قضية حسمها. قال لهم مات. ثم بعد ذلك هل النبي يغسل أم لا؟ ومن يغسله؟ كسائر الموتى يعني. فقال يغسل ويغسله أقاربه. فقام بتغسيله سيدنا علي. واخد بالك؟ حللوا الإشكال الثاني. هل يصلى عليه أم لا؟ فقال يصلى عليه ولكن بلا إمام. فصلوا فرارا. حللوا عدة إشكاليات. وأين يدفن؟ فقال سمعت أنه قال: ما من نبي يقبض إلا يدفن مكان ما قبض، فدفنوه في حجرته. ثم بعد ذلك هل يورث أم لا؟ فقال سمعته يقول: نحن معاشر الأنبياء لن نورث. فحللهم خمس قضايا ما كانوش عارفين حل فيها. فهمتوا بقى؟ ده سيدنا إيه؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفيه دليل على تأدب الصحابة رضي الله عنهم بعضهم مع بعض، وهو أيضا من الدين، يؤخذ ذلك من قول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما: اجلس، ولم يزد عليه فيما قال شيئا.
وفيه دليل على أن التأدب لا يكون إلا مع عدم الضرورات في الدين، فإذا كانت الضرورة في الدين فلا أدب، الذاك وتركه هو الأدب. يعني ما يبقى فيه ضرورة ممكن بقى تترك حتى الأدب، لأنه كان مثلا الأدب أنه يستنى لما سيدنا عمر يسكت ويقعد وبعدين يتكلم، مش يتكلم سيدنا عمر بيتكلم. لكن لما وجد أن الضرورة واستمرار سيدنا عمر في الكلام على خلاف الواقع يؤدي إلى فتنة أشد، فترك الأدب لهذه الضرورة وتكلم وقت كلامه. فهمت بقى؟ يؤخذ ذلك من أن أبا بكر رضي الله عنه لما لم يسمع عمر رضي الله عنه منه الأمر والأمر خطير تكلم وترك الأدب وترك الأدب معه من أجل الدين. وهذا المعنى أيضا منع عمر رضي الله عنه أن يتأدب مع أبي بكر رضي الله عنه ويسكت حين أشار إليه بالسكوت، لأن هو بيقول له اسكت سيدنا أبو بكر، فهو ليه ما سكتش سيدنا عمر؟ لأنه شايف إن الناس هتهتز ثقته في الدين وهيرتدوا لو عرفوا إن النبي مات، خايف الأحزاب، فهو مصمم. فكل واحد بيتكلم من وجهة نظر. وفي دليل على أن من الفصاحة والبلاغة والقوة في الدين الإيجاز في الكلام عند الأمور المهمة والإبلاغ في الحجة. ودي نقطة مهمة، لأن حكامنا بيجي لك في الخطب بتاعتهم تبقى الناس عايزة بس كلمة واحدة، هتعمل إيه؟ يقعد يخطب أربع ساعات، لدرجة في الآخر الناس يقول هو عايز يقول إيه؟ ويقوم الناس تزداد فتنة. لا، أنت لما تلاقي الشعب والناس في اضطراب اخرج قول كلمتين بس اللي هي بتحل المشكله. فهمت ازاي؟ ادي ده يفيدك ازاي تقود الناس بعد كده. عشان كده كل الرسول يقول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين المعارضوا عليه، مش يقعد يتكلم اربع ساعات وثلاث ساعات وخمس ساعات. وفي الاخر عبد الناصر كان كده يقعد يخطب بالخمس ساعات، واللي يقوم اثناء الخطاب يقبضوا عليه في امن الدوله، يبقى كانه معترض. فحاجات غريبه، تصرفات غريبه. وهتلر كان كده يقعد يخطب والناس واقفه بالخمس ساعات. موسوليني في ايطاليا كده كان يخطب في الساحه والناس واقفه عامله كده، هو بيخطب بالخمس ساعات ما يبطلش. فالعالم النوعيات دي غرقت بلادها، كل النوعيات دي غرقت بلادها. لكن شوف بقى الصحابه تعلموا من النبي الايجاز، وانه يدخل في الموضوع اللي بيقلق الناس باوجز عباره فيحل الاشكال بسرعه. فهمت ازاي؟ وكل يستريح. يؤخذ ذلك من قول ابي بكر رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات الى اخر كلامه. يعني شوف سيدنا ابو بكر الخطبه بتاعته اللي قالها في وفاه النبي عباره عن ايه؟ حاجه تتقال في اقل من دقيقه. ولا قاعد بقى يتكلم ويفهم الناس في مقامات الايمان ولازم نصبر والمصيبه والصدمه والصدمة. مقدمات، وفين بعد ساعه بقى يقول لهم ان النبي مات. ما عملش كده. مع انه عنده قدره يقعد يعز ويفهم برضه. لكن شفت الكلام دي يفيدك في حياتك العامه، حتى مع اسرتك، مع اولادك، حتى في عملك، حتى في شركتك، حتى في قراراتك الحياتيه. تدخل في الموضوع على طول القدم، ما تقعدش تحوم وتلف وفي الاخر تبقى انت نفسك محتار واللي عايش معاك محتار. فهذا ابلاغ. قال إيه؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات إلى آخر كلامه. فهذا إبلاغ في غاية الاختصار، وهو إيه؟ علقه بأمر مستحيل. هو أنتم بتعبدوا محمد؟ أنتم بتعبدوا لله؟ فعلق الأول بأمر مستحيل وبنى عليه أمر ممكن. فهمت؟ أمر مستحيل المجمع عليه، يبقى لازم تجيب حاجة مجمع عليها الأول ومن خلالها تنطلق منها إلى الحقيقة. يبقى الأول تجيب شيء تجتمع عليه العقول كلها، يعني شبه اجماع كانه بديهي، ومن خلال هذه البداهه تروح جايب الامر اللي بيه تحل اشكال الشبهه. وعشان كده قال لهم كده البديهي الاول ان ما حدش فينا كان بيعبد محمد، احنا كلنا بنعبد رب العالمين وربنا حي لا يموت. والواقع بقى دلوقتي محمد مات، ثم تلا الايه وخلص الاشكال. فهمت بقى؟ قال يبين لك ازاي الصحابه كان عندهم هذه الحكمة اللي بيها نعرف نعيش في حاجة. أدي كلام النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علي بالنواجذ. فهذا إبلاغ في غاية واختصار.
ويؤخذ منه أن أكبر الأدلة القاطعة في الدين والأحكام كتاب الله عز وجل، فلولا ما كان الأمر عندهم كذلك هو الحق ما سلموا الكل وبقوا يكررون الآية. وفيه دليل على جواز تقسيم الكلام بين الحق والباطل ليتبين به الحق، يؤخذ ذلك من قول أبي بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وهو رضي الله عنه يعلم بالقطع أنه ما كان أحد منهم يعبد محمدا. ثم قال: ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فذكر ما هو محال قطعا مع ما هو محقق عندهم حقا، تأكدا للحق وتثبيتا لأبي. وفيه دليل على أن أكبر التسلي في المصائب تردد كتاب الله عز وجل، وهذا هو الحق الواضح، لأن الله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن جملة الشفاء التسلية به عند الهموم، يؤخذ ذلك من كثرة تردد الصحابة رضي الله عنه لا كما ذكر: ما يسمع بشر إلا يتلوها، لأنهم قد فهموا الحكم بها عندما تليت عليهم، فما بقي فائدة تكرارها إلا التسلي بها على ما هم فيه من الحزن والبرحاء. وفيه من الفقه أن يذكر الشخص بالشيء الذي له فيه مصلحة، وإن علم منه أنه يعلمه، لأنه عند النوازل اشتغال قلبه بما هو فيه يلهيه عما هو يعلمه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم أو أكثرهم كانوا يعرفون تلك الآية ويوم نزلها وفيما ذا نزلت، ولكن لشغل الخواطر بما دهما ذهلت عما كانت تعرف، وكيف حال من لا يعرف إذا نزل به ما لا يطيق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من عز مصابا فله أجر المصاب، والتعزية لأنه يذكره ما يجب عليه فيقل حزنه، فله من الأجر بقدر الأحزان التي ذهبت على المصاب من أجل قوله: أن لو كانت أصابته فصبر عليه. ومن الحكمة ما يشبه هذا القول، هذا قول بعضهم: الناس إما عالم وهو يعلم أنه عالم فتعلموا منه، وإما جاهل وهو يعلم أنه جاهل فعلموه، وإما جاهل وهو يجهل أنه جاهل فهربوا منه، لو الجاهل مركب فليس يرجى له فلاح إلا إن كان من خرق العادة. وإما عالم وهو لا يعلم أنه عالم فذكروه تنتفع به. وفيه من الفقه أن عند الامتحان يعرف المرء ما احتوى عليه جنانه، يؤخذ ذلك من أن تلك المصيبة العظمى وهي موته صلى الله عليه وسلم ظهرت بها كل ما كان في القلوب، فقوم ارتدوا وقوم ثبتوا وقوم افتتنوا بعض فتنة وتراجعوا بعد، فكان تمحيصا للدعاوى وتصديقا لقوله جل جلاله: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أول سورة العنكبوت. وفيه دليل لأهل الصوفة الذين بنوا طريقهم على الاختبار والصبر على السراء والضراء، ولذلك قالوا: من سره ألا يرى من يسوءه فلا يتخذ شيئا يخاف له فقدا، لأن ما سواه عز وجل مفقود. والله تعالى أعلى وأعلم. يعني الكلام الآخر إن الصوفية كانوا ما يحبوش يعني يحرصوا على الأمور اللي هي في الدنيا تكون غالية قوي، يقول لك عشان الدنيا هتسيبها، فما تجيب حاجة غالية وتيجي تفقدها تزعل عليها قوي، فخلي كل اللي عندك مش غالي قوي عشان يسهل عليك في رأوه. طيب يعني تصور انت بقى يجيب لك كوباية يقول لك مثلا دي كريستال أصلي، كوباية كده تمن 20,000 جنيه تشرب فيها، بعد يوم ما تتكسر تزعل عليها زعل كده، انما كوبايه كده اي كلام، اما تبقى عندك تشرب وتتكسر تقول فداك يا اخي مش قاعد غيرك. فاهم؟ مفيش داعي انك تتخذ التحف عشان لما تتكسر ما يتكسرش قلبك قوي، تتخذ ايه الامور اللي ايه الهينه اللينه، لان كل من عليها فان، فلما يقل خطر ما في يدك فلما تفقده لا يزداد حزنك عليه. الحكايه سهله. فهمت بقى المساله دي؟ والله تعالى اعلم.